الكتاب الثاني هو الجملة العربية والمعنى، يعني الجملة ما علاقتها بالمعنى نعم. أيضا، هو هذا الكتابين. طيب، وبعد كل هذا العمر اللي عشناه، يعني الآن الرسالة الإسلامية جاءت من 1400 سنة، والعلماء والمؤلفين في اللغة المختصين، يعني ما في أحد مثلا كتب في هذا البحث أو ذكر مثل ما ذكرت أنت الآن في الجملة العربية دكتور؟ أنا لا أدعي أني أول من كتب، نعم ولا أدعي أني جئت بشيء جديد، نعم لكن يعني فيما يبدو لي في قراءاتي يبدو أن بعضها، أنا في تصوري أنا لم أجد يعني من كتب في في قسم من هذا هذه، الموضوع. يعني أما أن أقول بذلك فلا، نعم، طبعا لا أقول هذا. وتجد أن هذه قضية مهمة جدا. نعم طبعا لا نعم شك، لأن هذه مسألة الجملة وكيف تتألف ومعانيها، لأن هاي لها علاقة بتمس المعنى، والأصل اللغة هي وجدت للمعنى، صح، فإن لم ترتبط بالمعنى إيش معنى؟ نعم.